قبل الثورة كنا نسمع عن إجرام نظام الأسد، لما بدأت الثورة وتم اعتقال الشباب صرنا نسمع وأكثر عن أجرام الأسد. أما وقت اعتقلت أنا شفت شيء لا يوصف ولا يشاف ولا يتخيله العقل. أنا محمد محسن أحمد متلاج، مواليد 89، مدينة حلب. قمت بالحراك الثوري بال 2011، اشتغلت بالعمل الإنساني بالإغاثة، صرنا نجيب إغاثة نوزع للناس. تقريبا اشتغلنا لل 2016 عندما تصوبت بإجري، تصوبت نزل علي برميل، تصوبت أخذوني عالجوني بتركيا، تعالجت تقريبا شي سنة بتركيا. جيت من تركيا حلب، مدينة حلب، تحاصرنا بمدينة حلب، حاصرنا قوات النظام حاصرتنا بحلب، ضلينا تقريبا شي 6 أشهر بالحصار. طلعنا من حصار حلب إلى ريف حلب الغربي، بريف حلب الغربي ضليت تقريبا شي 4-5 أيام. كنت بحاجة لعملية بإجري بتركيا، كان طريق مسكر بين عزاز وريف حلب الغربي، اضطريت أطلع عن طريق أفرين، فعديت على الميليشيات الكردية، فتم اعتقالي من الميليشيات الكردية، فتم تحويلي من مفرق الغزاوية إلى مخفر باسوطة، من مخفر باسوطة إلى رجو، سجن رجو. ضليت تقريبا بسجن رجو 6 أشهر، حولوني على المحكمة، حكموني 3 سنين. بعدين من المحكمة حولوني إلى سجن جنديرس، ضليت فيه تقريبا شي 6 أشهر كمان. ضليت بعفرين مسجون شي سنة وشهر. ودخل الجيش التركي والجيش الحر على مدينة عفرين، تم تسليمنا من مدينة عفرين، تسليمنا إلى نبل والزهراء. تقريبا شي 800 أو 700 شخص، تم تسليمنا 700 شخص لنبل والزهراء. نبل والزهراء سلمونا إلى أمن الدولة بحلب، وأمن الدولة بحلب سلمتنا لإدارة الـ 285 من أمن الدولة بالشام. ضليت تقريبا فيها شيء 20 يوم. كنت مطلوب لكذا فرع الجوية و 48 أمن العسكري، فرع المخابرات العامة والسياسية، وفرع فلسطين. تم تحويلي من أمن الدولة إلى فرع 248، فرع المخابرات العامة بالشام. ضل يحقق معي فترة 6 شهور تحقيق، مع قتل وضرب وتعذيب وإهانات. بعدين تم تحويلي إلى صيدنايا. صيدنايا ضليت بصيدنايا تقريبا 2 سنين و8 شهور. تم تعذيبنا بصيدنايا وجوع، كان هي تعذيب هو القتل، أكثر شيء قتل وجوع تجويع ومرض، أمراض كثيرة كان موجودة بصيدنايا. هي أكثر شيء كان الناس تتعذب منه هو موضوع الجوع. الجوع كان يطلع للإنسان بصيدنايا ربع خبزة أو نص خبزة أو زيتونتين أو معلقة برغل، كل 24 ساعة ليطلع لك نص خبزة. فكان العالم لا تحسن تنام ولا تحسن بسبب الجوع، ما العالم ما تحسن تنام طاول. هلا هن ما بيقولوا لك اسماء الضباط عندهم، يعني كل ما بدك تطلع لعندهم انت بدك تطب راسك بالارض، فما بصير تطلع عليهم. فاكثر شيء هو معروف الدكتور بصيدنايا، هذا دكتور العصبي، هذا اكثر شيء كان يقتل الناس ويعذب الناس. حتى في بعض المساعدين يقتلوا الناس قد ما يقتلوها تموت. فكان اكثر شيء يحولونا على مشفى تشرين. مشفى تشرين كان فيها مفرزه موجود فيها أبو جعفر وعهد ووحيد، هدول أكثر شيء كان يصفوا الناس بالمشفى. طرق التصفية هي طق رقبة أو خنق حتى الموت، أو ضرب على الصدر حتى يشخر، أو أبرة في الرأس، بضربوها أبرة في الرأس، أبرة هي صغيرة بضربوها بجبين الواحد كان يموت. فأكثر شيء أنا كان عديت علي كنا 11 واحد نهار قتلوا 6 أشخاص، كان جايين الدور أنا واحد منهم، فالله سبحانه وتعالى نفذني منهم. كان في شخص صاح يا سيدي يا سيدي، عم رد عليه، عم أكل قتله. كان في شخص هو شبيح يعني معتقل عندهم، كان يروح معنا على المشفى، فهو تم
انه قالوا له بتصفي العالم، اعطوه اسمائنا وقالوا له بتصفي العالم، ضبنا جوا حطنا بالصدر، صار ياخذ واحد واحد ويطق رقبته ويعطي يطق واحد واحد. ففي شاب صح يا سيدي يا سيدي، عم فتحوا عليه الباب بلش يقتلوا من برا وهذا الشاب يقتلوا من جوا. بعدين عم اجى المساعد غيرهم قال لهم عيفوه خلاص، طالعوا خسلوا له رجعوا رجعوه، قال له صفي هذا اللي لسه، هذا كان مو ميت، كان في شاب مو ميت صفاه. عم نصلنا نحن اشيل جسة وجسة، حطيت ست جسس فوق بعض. بفترة اعتقالي صار عد علي انا بالنسبة لي بمهجعي بس شي تقريبا شي 150 جسة ماتوا خلال سنتين وثمان شهور. اما اب كان من شي ثمان شهور وقبل كان في فترة عدت شهر ونص مات فيها 1000 جسة. كان يبعثوا العالم على المشفى يصفوها بالمشفى، بمشفى تشرين والمفرزة هاي الموجودة بالمشفى. انا مرة من الايام كمان نمت بالمشفى فوق بطابق الرابع بالمشفى. اكتر شيء عم صفوا عالم بطابق الرابع كان بمشفى تشرين ومشفى وطابق السابع. طابق السابع اكتر شيء كان الدنيا برد، يفتح علينا الشبابيك وما يغطونا ويقتلونا بالهروانات، وكان مكلبشين ايدينا واجرينا ومطمشين عينينا. اكتر شيء ناكل قتل ويفتح علينا الابواب والشبابيك مشان يفوت علينا هوا، ونقول له يا سيدي اذا بدنا نشرب مي ما يعطونا نشرب مي، نضل ثلاث ايام بلا مي. فيقتلونا يقتلونا ميكن، وفي ناس صفوهم يضربوا ابره بجبينهم يموتوا. ابشع شيء هو الجوع بصيدنا، كان عالم تموت منه بسبب انه اكل ما في، والامراض كتيرة كانت موجود، امراض كتيرة بسبب ما في اعتناء طاوي بالنسبة للطبي وما طبي وهيك. حتى اذا راسك بوجعك ما في لا وجع حب ولا مسكن ولا ابدا. كنت مثلا تطلع طالع جسة بالليل تقول له يا سيدي بدق الباب انه في واحد عم موت، كان يقول لك ما بصير تصيح بالليل انه عندي جسة مشان ما تزعجه، وبس للصبح اللي يكون هذا عم بتعذب وهيك تلاقيه بده يموت وما في حدا يأسعفه أو حدا يعطيه مثلا حبيت مسكن، كان للصبح يموت. والصبح وقت بيموت بيجي بيقول لك يا فلان ليش طلعته ميت؟ ليش ما خبرت عنه؟ قلت له يا سيدي خبرت عنه، آخر شيء بتاكل قتلة على ليش إنه مات. أول اللي كان يموتوا العالم كان يقول لك كنهار بدنا جسة، كنهار بدنا جسة، كان يقتلوا العالم قتل شيء مو طبيعي. أكتر شيء كنا نخاف وقت نطلع على الحمامات نتحمم نرجع من الحمامات يكون مكسرين مدمايين. كل طلعة كنا نخاف يجينا نحسب حساب الحمام، إنه كل ما نتحمم نحسب حمام التاني إنه رح يجي إنه رح ناكل قتل وناكل بهدلات وعذاب. وكمان نفس الشيء الحلاقة، كنا نطلع الحلاقة كل شهر مرة نحسب الحلاقة، بس خلصت نحسب حلاقة للحلاقة الثانية انه رح ناكل قتلة. فكانوا يقتلونا اكتر شيء يعذبونا على موضوع الحلاقة والحمامات. كنت بارك بالغرفة عم صح اسمي المساعد صح اسمي، طلعت لبرا قال لي طلع جيب لبسك البدلة وطلع. طلعت أخذنا على ضابط الأمن سألنا شو اسمك ايش مواليدك، أم قلنا ضابط الأمن أنتم مبروك طلعتوا أخلاء سبيل. فحطونا بالباص وأخذونا وين على باب السجن، حطونا وزتونا. طلعنا من باب السجن أخذنا سيارة، أخذنا سيارة ونزلنا على الشام فيها. كان عندي رسالة هي من شباب رفقاتي إنه أوصل لأهله، صار له معتقل 7 سنين فأهله ما بيعرفوا عنه شيء إنه ميت ولا عايش. فرحت لعند أهله وصلت لعند أهله وصلت له رسالته قلت له إنه ابنكم عايش وروحوا وزوروه. طلعت من الشام من كراج البولمان نزلت على حلب، وصلت على حلب شيء تقريبا الساعة 3 بالليل. رحت عند شاب رفيقي نمت عنده، طبعا ما أحسنت أروح على منطقتي من خوفي من الشبيحة وكتبين تقارير، فخفت من هذا الشيء رحت نمت عند رفيقي. حاولت اتواصل مع اهلي، حاولت اتواصل مع اهلي من عن طريق رفيقي،
فخبرت والدتي وأخي إنه أنا طلعت من السجن، فكان سبحان الله فرحة كبيرة على قلب والدتي وقلب أخي. لما وصلت فكنت قلبي نار، بس بدي إنه أوصل أشوف والدتي وأخي وولادي. فأول شيء سبحان الله شفت أخي، كان أخي كان عم يستناني، فاستقبلني أخي، كان فرحة كبيرة على قلبي ميكن. أما بعدين رحت أخذني عند أمي، شفت أمي وولادي، كانت لسا الفرحة أكبر وأكبر. ولادي أنا دخلت على السجن عندي ابني عمره 8 شهور، ودخلت وطلعت كان عمره ابني 5 سنين، تفاجأت فيه فما عرفته لا هو ولا بناتي. عندي بناتي صارت صبايا ما شاء الله، كان عمره 5 سنين صار 10 سنين، واللي عمره 4 سنين صار 9 سنين. فتفاجأت فيهم كتير، وتفاجأت بالناس إنه كتير، وأكتر شيء تفاجأت برفقاتي إنه استقبلوني كمان استقبال كتير كويس. أنا بوجه رسالة للمنظمات الدولية ومنظمات الإنسانية إنه تتدخل بموضوع صيدنايا، تطالع سجناء صيدنايا، يعني أهل صيدنايا أمنوني أوصل رسالة لكل المنظمات الدولية ولكل المنظمات الإنسانية، كل إنسان بيحسن بيساعد سجين صيدنايا إنه يحاول يطالعه. يعني صيدنايا مساجين عم بتموت عن بطيق، فأتمنى من العالم إنه يوصل الصورة للمنظمات الدولية ومنظمات الإنسانية إنه يشاركوا بإخراج معتقلين صيدنايا. والله بتمنى إنه الله سبحانه وتعالى يكرمهم بفرج مثل ما كرمني بفرج وطالعني من سيدنا، يعني فرحة لا توصف. والله بتفاجئ الله من الناس، انه كتير ناس عم تجي لعندي تسألني على اولادها، انه شلون اولادها موجودين ما موجودين ميتين عايشين. ففي بعض الاشخاص انا موجودين معي وصلت لهم لأهليهم الحمد لله، وشافوني بركت معهم وصلت لأهليهم. كتير من الناس انه فاكرين اولادهم ميتين، وفي منهم عايشين وفي منهم ميتين. امبارح حكيت مع شاب رفيقي، اخوه كان معي، استشهد اخوه بسجن سيدنايا. هي الطريقه هلا حاليا انه العالم كله عم تروح على الابون على الشرطه العسكريه، اذا عندك ولد مثلا مختفي او اي شيء مثلا صار له 4-5 سنين بتروح على الابون على الشرطه العسكريه، بتروح بتقول لهم بدي ازور، بيعطوك لا بيعطوك كرت زياره، أو لا سمح الله بيعطوك شهادة وفاة إنه ابنك متوفي. يعني آخر شيء فترة من شيء 3 سنين كان فروع سوريا كلها تحول وين؟ على سيدنايا. حتى اللي كان بعدرا يطلع من عدرا يحولوه على سيدنايا. شعور لا يوصف، شلون أحكي لك؟ ما بعرف، ما وصف أبدا. الدنيا كلها أحلى لحظة بحياتي.